شكرا. أولا اسمحوا لي بأن أشكر المستضيف الرئيسي هنا جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام أنطونيو غوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة، أصحاب السمو وأصحاب الفخامة، السلام عليكم. نحن نجتمع الآن في ظلال الجرائم المرتكبة وأبشع الجرائم المرتكبة منذ الحرب العالمية الثانية وما زالت مستمرة، هي عبارة عن تطهير والعمل في غزة. العمل العسكري قتل أكثر من 37 ألف فلسطيني وتم جرح أكثر من 148 ألف شخص، وطبعا وأغلب هذه الأرقام هي من الأطفال والنساء، وهناك حوالي أكثر من نزوح لأكثر من 100 مليون شخص. أصحاب السعادة طبعا والفخامة هنا، هذه الجرائم ارتكبت ضمن انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والمجتمع الدولي. التجويع تم تطبيقه كأداة حربية لتطويع الطرف الآخر، وأيضا وتم منع وصول هذه المساعدات وتم تدمير البنية التحتية أو البنى التحتية، المستشفيات، المدارس بطريقة ممنهجة، وحتى أماكن النزوح والخيم تم تدميرها. حتى هذه اللحظة الآن إسرائيل لم تلتزم بأي من قرارات الأمم المتحدة أو حتى محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن، وحتى من عبر الأصدقاء الإسرائيليين أيضا، فقد استمرت إسرائيل بالقيام بهذه الهجمات الشرسة وأيضا للتجويع وإلى النزوح القسري وإلى التطهير، وطبعا حتى لم تلتزم بأي من هذه القرارات، تم اتهام أيضا ورفضه لحل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم ضمن أراضيهم وتاريخهم المشروع كحل لهذه المعضلة. أصحاب الجلال، أصحاب السمو، أصحاب الفخامة، الباكستان وبقوة طبعا تدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ويقف الشعب الباكستاني بكل مناصرة مع الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات وفي هذه المحنة، ونحن أيضا نقدم كل المساعدات الممكنة، المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة منذ أكتوبر الفائت، وسوف نستمر بتقديم هذه أو هذا الدعم. أصحاب الفخامة والسعادة، مثل أي دولة شقيقة مسلمة، نحن أيضا نطلب الالتزام بقرار الدولي قرار الأممي 2035 والذي يدعو إلى وقف مباشر لإطلاق النار، وأيضا هذا المقترح الذي تم دعمه من قبل الرئيس الأمريكي جون بايدن، ونتمنى بأن هذا الوقف سوف يكون وقفا مستداما، ونأمل أيضا بأنها ستيسر عملية الإيصال وتوزيع الدعم الإنساني في قطاع غزة، وأن يؤكد على حماية كافة أطياف الشعب الفلسطيني. أصحاب السعادة والفخامة، يجب أن نتخذ خطوات جريئة في هذه المرحلة لتدارك هذه المحنة. أولا يجب أن نؤكد على وقف إطلاق النار الفوري وأيضا تطبيقا للقرار الأممي دون شرط، وأيضا يجب أن يتم حماية المدنيين في الضفة الغربية. النقطة الثانية، يجب أن نقوم بتقديم الدعم الإنساني للغزيين مشتملة ذلك على الدواء والطعام والماء والمواد الطبية، ويجب علينا أيضا أن نزيد من كفاءة وقوة توزيع هذه المساعدات وتقديم هذه الخدمات الإنسانية
الإنسانية عبر الكوادر الأممية والمنظمات. ويجب علينا أيضا أن نلتزم بقرارات الأمم المتحدة ولكافة الدول التي أوقفت الدعم للمنظمات الأممية، عليه أن تراجع هذا القرار. أيها السيدات والسادة، النقطة الثالثة، يجب أن ندعو هنا إلى وقف كافة الإمدادات العسكرية لإسرائيل. والنقطة الرابعة، يجب أن نتأكد أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة مع القرار 2037، والذي يأخذ بعين الاعتبار أيضا نشر حماية دولية من أجل حماية المواطنين المدنيين الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية. باكستان يا السيدات والسادة تقترح أن يكون هناك خطة شاملة لقطاع غزة لإعادة الإعمار، ويجب أن يتم تحضيرها ضمن قرار الأمم 2037، وستكون باكستان سعيدة جدا وأن يكون لها دورا رائدا في بناء هذه البنية التحتية وإعادة الإعمار. مع ذلك وبشكل متوازن، يجب علينا هنا أن نعيد الإطار لإيجاد حل شامل، حل ديموغرافي وسياسي أيضا في غزة. في هذا المحتوى وفي هذا الصدد، فأن هناك خطوات جريئة يجب أن تتخذ، وأن نلتزم بحل الدولتين كحل وكقرار أممي. وهذا سوف أؤكد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للوصول إلى سلام آمن ودائم في المنطقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة، باكستان أيضا تنادي وتناشد لمجتمع دولي من أجل إحلال السلام في فلسطين وتبني قرار أو حل الدولتين في هذه المرحلة، ويجب ذلك أن يلتزم طبعا بمشاركة الدول الرئيسية العربية في هذا المحور. عبر التاريخ قاموا الفلسطينيين بدور تاريخي، وقد عانوا في هذه المرحلة لمدة قرن تقريبا، وآن الأوان لهذه المأساة أن تنتهي، وأن نؤكد على التزام جميع الأطراف في توفير الحقوق، وأن حق الشعب الفلسطيني في البقاء وفي العيش بأمان وسلام، وأيضا أن يكون لها دور فعال، وهي القيام بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقرارات الأممية أيضا، وأن يكون هناك طبعا مشاركة، وأن يكون هناك أيضا دور للسلطة الفلسطينية هنا. شكرا جزيلا.